ومثل ما أبناء شعبنا بيقاوموا بيدفعوا الثمن ويستشهدوا، أيضا نحن جزء من هذه المقاومة، ويمكن أيضا أن نكون جزء من هذا الثمن. هيانا هلأ بقى نضحي هذا الصورة. إذا وصلنا إلى المواجهة الشاملة سوف تهزم إسرائيل هزيمة غير مسبوقة في تاريخها. إنه إذا حصلت مواجهة مفتوحة الكيان سيواجه نتائج غير مسبوقة. لا يوجد الآن مفاوضات في موضوع الأسرى حتى نهاية العدوان. خالتي آخر مرة شفتي بطل إمتى؟ آخر مرة والله خالتي بيجي 20 سنة ولا زود. ما شفتي؟ ما شفته زمان، أبعدوه ما همي. كل قائد في إسرائيل يأتي أكثر تطرفاً وإجراماً وإرهاباً يخرج بهزيمة غير مسبوقة أكثر من الذين سبقوه.